جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى تجب الزكاة في المال وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟ تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، والمقدار هو بلوغ النصاب وهو 200 درهم بالدرهم النبوي أو 140 مثقالا، يعني 200 درهم النبوي تعادل 140 مثقالا. وأما العملات المتداولة الآن فهذه تختلف. يسأل عن ما يساويه النصاب الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، ما يساويه في كل عملة وتخرج الزكاة. نعم.